مكملين نحن معكم مشاهدينا بفقرات صباحنا غير اليوم، ووصلنا نرمين لفقرتنا الطبية اليوم. من خلالها حنتعرف أكثر على مصطلح التعويضات الفكية الوجهية. شو هذا المصطلح وإيمت بيكون المريض بحاجته؟ كثير من الأسئلة حيجاوبنا عليها أكيد الدكتور إبراهيم تركماني، وهو اختصاصي تجميل أسنان وتعويضات فكية وأستاذ في كلية طب الأسنان بجامعة البعث. صباح الخير دكتور. صباح الخير سوريا، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. خلينا نبدا نعرف المشاهدين شو هو مصطلح التعويضات الفكيه واهميه هذا الاختصاص. هلا التعويضات الفكيه الوجهيه هو تعويضات ضمن التعويضات المتحركه بكليه طب الاسنان، هو اختصاص مستقل. وليش فكيه وجهيه؟ فمن الاسم بنعرف انه ما دام هو يتبع لطب الأسنان فهو يعوض عن منطقة الوجه والفكين بالأجزاء المفقودة بمواد صناعية. وبالتالي خليني أوضح للمشاهدين شو معنات هالكلام هذا. يعني الأنسجة المفقودة اللي ممكن تكون الأنف أو العين أو الأذن أو أجزاء من الفكين، الفك العلوي والفك السفلي. هذا الفقد لا يمكن ترميمه جراحيا، وانما نضطر الى مواد اصطناعيه اللي هي المواد السيليكونيه والاكريليه بمساعده المواد الشموع للتحضير لانتاج هذا النوع من التعويض. طبعا يعني ليش بدي اقول انه استغرب ليش اطباء الاسنان راحوا بهالاتجاه؟ حقيقه لانه بيستخدموا المواد اللي مجيدين اليها اللي هي السيليكون والراتنج الاكريلي والشموع. فإذا الموضوع ما هو باختصاص طب بشري، وإنما هو تابع لطب الأسنان. فهالفقد هذا اللي بصير بالوجه بمنطقة الوجه في له أسباب متنوعة، وأهميته لمجتمعنا هو إنه نحن عشنا الفترات الأخيرة فترات تعرفوا حضراتكم فترات يعني حرب شديدة، وبالتالي كثير من الإصابات اللي كانت تصير ما بس بالجسم، لا كانت تتعرض إلى منطقة الوجه أو الرأس، ودائما التعرض بيؤدي لضياع بنسميه مادي بالأنسجة. وقد تكون هذه الإصابات متنوعة بشكل أو بآخر، فالتعويض الفكي الوجهي هو الذي يقوم بهذا المقام. من هون إجت أهميته. هلا الموضوع ما بس إنه الحروب، لا، هو في أسباب كثيرة ممكن تصيب الإنسان، وبالتالي يعني بأي مجتمع بحاجة لهيك اختصاص سواء متطور أو متواضع الإمكانيات، فكل المجتمعات بحاجة لهيك اختصاصات، لكن الحروب بتشكل الحالة الكبيرة. خلينا نقول شو الأسباب يلي بتخلي إنه يصير في فقد بمنطقة الوجه والفكين. نحن بنعرف يعني بمجتمعنا في بعض الولادات يلي بتكون فيها نقص بقبة الحنك، وهي شائعة في بيعرفوها المجتمع، يلي هو بيصير فيها بنسميها انشقاق قبة الحنك والشفة. فهذا الموضوع وقت بصير هذا شيء ولادي، تمام؟ فإذا الأسباب الولادية بتخلق لنا هذا التشوهات خلقية بتصير. النقطة الثانية هي الحوادث يلي بتؤدي لفقد أجزاء من الوجه، سواء حوادث بالسيارة، بطلق الناري، بألعاب نارية. فلذلك نحن بالأطفال كتير بنكون حريصين على أنه ما يصير في إزاء لمنطقة الوجه، أو بحوادث اللي بيركبوا خيل، وهي الشيء الشائع بالمجتمع، ممكن يتشوه كمان الوجه لا سمح الله إذا صار في إصابة من خلال هالعملية هاي. فإذا الموضوع بالنسبة لنا الأسباب الكتير المتنوعة، لكن أنا بدي أروح لسبب كتير مهم هو السرطانات. وبالتالي يعني هاي بفترة الحروب بتنشط كتير، لأنه في بصير في حال تلوث بالماء والهواء والتربة ومصادر تلوث متنوعة كبيرة، وبالتالي حدوث السرطانات بصير شائع بفترات الحروب بشكل كتير كبير، والعامل النفسي بصير في قلق، فبهيئ لموضوع الإصابات. وأشد الإصابات إلى من دائما هي المنطقة الوجهية، لأنه هي
يعني مرآة الناس اللي بتعرفوا فيها وبتكون إطلالي للوضع، غير الأجزاء الثانية من الجسم اللي بتصير تكون أحياناً مخفية، وبالتالي هذا الأمر يعني بيترك آثاره المهمة جداً يلي بتصير. أعقد الإصابات يلي بتصير هي وقت اللي بصير في عنا فقد كامل للفك السفلي، حقيقة بتكون هاي من الإصابات البالغة الكبيرة. ما بعرف نحن في عنا صور إذا في إمكانية بنشوف إنه يلي بيفقد الفك السفلي لسبب أو لآخر، وعادة الأورام بتكون هي شائعة بهيك موضوع، فالتعويض عن الفك السفلي حقيقة بيكون تحدي كتير كبير للطبيب المعالج، لأنه نحن دائما بنهدف من خلال الأجهزة التعويضية بنهدف لموضوع نقدم خدمة للمريض متكاملة. شو الخدمة المتكاملة بالتعويض؟ إنه يقدر يأكل ويقدر يحكي يتكلم ويقدر يبلع بشكل جيد ويتقدم بشكل تجميلي للمجتمع. لكن حقيقة وقت بنعمل تعويض عن الفك السفلي راح نكون نحن أمام التحدي الكبير يلي ما بنقدر نقدم له، يعني يقدر يحكي ما بيقدر من خلاله يأكل، لكن شو بيقدم؟ بيقدم الحالة النفسية، بكفي وضع تجميلي والحالة النفسية. ورغم هذا من يعني يدخل في هذا المجال يعرف أن الحالة النفسية وتقديم هذا العمل المتواضع لهيك مريض راح يكون له أهمية كبيرة جدا جدا جدا، لأنه بدخله بالمجتمع بكثير من الجرأة رغم الصعوبات اللي بيكون فيها بالبلع، وبيرفع له الحالة النفسية بشكل كثير كبير، بيدعمه نفسيا. يعني حكي مثل ما ذكرت الحالة النفسية يعني للمريض، خصوصا إذا كانت صبية. خلينا نحكي عن الحالات، من خلال حالات اللي شفتها من بعملك وبمجالك، نسبة النجاح 100% خلينا نقول، وهل تأثير المواد المستخدمة في شيء سلبي ممكن يأثر على أنسجة الجسم؟ هلا أنا بدي أقول لمجتمعنا إنه دائما الطب لا يستخدم مواد ضارة بالصحة، وهذا معترف فيه بدول العالم في منظمات دولية ترعى هذا الأمر وتضبط هذا الأمر، منظمة الصحة العالمية. وبالتالي موضوع الضرر يعني دائما بصير فيه هيك أسئلة إنه بضر بالفم إذا حطينا، لا أبدا على الإطلاق. بضر بالوجه إذا استخدمنا هيك مواد؟ أبدا على الإطلاق. هاي الأمور مضبوطة 100%، وبالتالي نحن حالة الضرر معنا موجودة. وبالتالي الموضوع يجب أن ندرك أنه استخدام المواد بطب الأسنان شائع بشكل عام، وبالتعويضات الفكية وجهية هي مواد مفيدة ويعني تعطي راحة للمريض بشكل كتير كبير، وحالة تطور كبيرة نشأت حقيقة بمجال التعويضات الفكية الوجهية. هذا بدنا نسألك عنه عفوا دكتور، عن سوريا والأشواط يلي قطعيتها بهذا المجال وأحدث التقنيات، ولو سريعا هيك بالوقت المتبقي. على عيني. هلأ الموضوع بالنسبة لنا إذا بدنا نطلع تاريخيا العمق الإنساني للنظرة الإنسانية، وهي نقطة كتير هامة دائما شائعة، يعني الموضوع بالنسبة لنا كل الشعوب وعبر التاريخ فكرت بالإنسان ولقت أساليب متنوعة إنه تحمي الإنسان، يلي كان نحن تاريخياً نعرف إذا بدنا نقول الفراعنة أو السومريين أو البابليين أو أي شعوب تاريخية بنعرفها بنلاقي بخلال المتاحف أو القراءات التاريخية في عنده الرصيد للأقنعة يلي بتحميلهم الوجه وبتحمي المرضى ما يتأذوا الآخرين منهم يتقبلون اجتماعياً. هي نوع من التعويضات الفكية الوجهية، وكل شعوب الأرض يعني كان عندهم هذا المنهج وتطور هذا المنهج بشكل كتير كبير. هلا نحن بسوريا التجربة اللي عنا اياها ما لها واسعة كتير، لسبب انه نحن حتى الان لم تقدم وزارة الصحة او وزارة التعليم العالي على انشاء هذا الاختصاص ضمن منظومة التعليم. هو يعطى كمقرر لطلاب طب الاسنان او ضمن مقرر لطلاب طب الاسنان بالتعويضات، ولا يوجد تهيئة لاختصاصيين، رغم نحن بحاجة ماسة كمجتمع يعاني ويلات الحرب ويعني مصاعب هالأمور هاي، وبالتالي نحن بحاجة لكوادر. يعني يجب أن تفكر وزارة التعليم ووزارة الصحة بإعداد كوادر طبية مؤهلة لحتى تخدم المجتمع بشكل جيد.
لكن بدي أقول إنه نحن المواد اللي بنستخدمها بالعيادات هي مواد عالية المستوى كتنوع في المواد موجودة في مدرستين بالعالم بيستخدموا المواد، هي المواد السيليكونية الحرارية يلي بتروح فيها معظم الدول الأوروبية وأمريكا، في دول من قسم من المجتمع الأوروبي بياخدوا السيليكون البارد، وإني يعني بالسويد بشكل مدرسي كبير بهالموضوع هذا، وبالتالي نحن بنستخدم الطريقتين بسوريا وعنا القدرات إنه يعني نجري هذا الأمر بشكل جيد، وبالتالي لكن تبقى يعني خطوات فردية تخدم المجتمع بشكل متواضع، يجب أن تكون هناك اتساع بخدمات المجتمع بشكل كتير كبير من خلال مؤسساتنا التعليمية والصحية ضروري، وخاصة يعني كانت تجربة الحرب درس لأنه بهذا المجال وغيره كتير ضروري اليوم يكون في قسم خاص أو جامعة اختصاص خاص بهذا الاختصاص اللي هو خلينا نقول إنساني قبل ما يكون علمي يعني أو طب. قد اليوم أنت عم تقدم لمريضك خدمة إنسانية وقت بترجع له ثقته بنفسه يقدر يكون متواجد بين الناس من دون ما يخجل. نحن وقت بنحكي على التعويضات الوجهية الفكية عم نحكي عن الحل الإنسانية أولا وأخيرا، لأنه أكيد نحن عم نحكي عن هوية الإنسان، صح، عن تقبله الاجتماعي، عن قبوله البيتي، عن الناس المقربين، عن الناس البعيدين، وبالتالي يعني عم نعيشه يا أما مدخله ليكون إنسان منتج بالمجتمع وفاعل وإيجابي، وإما إنسان منزوي غير قادر على العمل حقيقة والإنتاج، وبالتالي يعني هذا الموضوع أنا بشوفه من الحساسية بمكان ضروري نحن يعني ناخده بعين الاعتبار ليكون خطوة مستقبلية لبلدنا إنه نلاقي هيك كوادر بمجتمعنا، وهذا الشيء بده خطوات يعني إن شاء الله يعني تكون مدروسة لحتى نخدم المجتمع بشكل جيد. دائما نراهن على الطبيب السوري ومستوى التعليم يلي بيحصل عليه، واكيد بنضم صوتنا لصوتك باهتمام اكثر بهذا المجال. بدنا نشكرك كثير دكتور لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا دكتور لكل المعلومات اللي قدمتها. الدكتور ابراهيم تركماني اختصاصي تجميل اسنان وتعويضات فكيه واستاذ في كليه طب الاسنان بجامعه البعث. يسعد لي صباحك. يسعد صباحكم. شكرا.